بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، إذن قلنا ما زلنا مع سلسلة مواضيع الاختبار أو المقترحات للفصل الثاني بالنسبة للسنة الأولى من التعليم المتوسط. إذن فلدينا هذا النموذج، نأخذ الوضعية الأولى منه بشكل مكبر. يقول في الوضعية الأولى: املأ الفراغات بالكلمات التالية: المتجانس، غير المتجانس، الذوبان، المذيب، الخليط، المذاب، خليط متجانس، محلولا مائيا. إذن كيف نضع هذه الكلمات بشكل صحيح في المكان المناسب لها؟ يتكون من جسمين مختلفين أو أكثر. من هو هذا الذي يتكون من جسمين مختلفين أو أكثر؟ هو الخليط. إذن يتكون الخليط من جسمين مختلفين أو أكثر. ثم العبارة الثانية: الخليط فراغ هو الذي لا يمكن التمييز بين مكوناته بالعين المجردة. أي خليط لا يمكن أن نميز بين مكوناته بالعين المجردة؟ إنه الخليط المتجانس، لتجانسه كأنه من جنس واحد لا نستطيع أن نميز بين مكوناته بالعين المجردة. ثم العبارة الثالثة: هو الخليط فراغ هو الخليط الذي نستطيع أن نميز بين مكوناته، إنه الخليط غير المتجانس، فهذا نستطيع أن نميز بين مكوناته بالعين المجردة. خلال فراغ يذوب الجسم في الجسم. إذن خلال عملية الذوبان، خلال الذوبان يذوب الجسم المذاب في الجسم المذيب. هذه هي العبارة: عند ذوبان السكر كليا في الماء نحصل على خليط متجانس يسمى محلولا مائيا. هذا بالنسبة للوضعية الأولى. نمر إلى الوضعية الثانية. إذن يقول: صنف المواد التالية وفق الجدول التالي أو الجدول الأدنى. لدينا جليد وبخار ماء وغاز الولاعة، المياه المعدنية، الغاز المميع في القارورة، ومصهور الشمع. الحالة الصلبة، الحالة السائلة، الحالة الغازية، ولدينا في الشروط العادية والشروط غير العادية لكل حالة من هذه الحالات. إذن فنبدأ بالجليد. هو في حالة صلبة لكن في الشروط غير العادية. ثم لدينا مصهور الشمع، هو سائل ولكن أيضا في الشروط غير العادية، لأن الشمع في الشروط العادية سيكون صلبا، وهو يتكلم عن مصهور الشمع وليس الشمع. ثم الغاز المميع في القارورة. إذن لما نقول المميع معناه المسال، أي المحول من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. بما أنه محول إلى حالة سائلة فنضعه في خانة الحالة السائلة، ولكنه في شروط غير عادية، فهو تحت درجة حرارة منخفضة وضغط كذلك مرتفع. ثم نمر إلى الباقي. لدينا المياه المعدنية، هي سائلة في الشروط العادية. ثم لدينا غاز الولاعة، هو مسال يعني موجود في الحالة السائلة ولكن كذلك في شروط غير عادية لأنه مبرد ومضغوط. ثم بخار الماء، هو في الحالة غازية في شروط غير عادية. الماء في الحالة بخار الماء أو الماء في الحالة العادية يكون سائلا، بما أن درجة الحرارة مرتفعة فيتحول إلى الحالة الغازية. نمر إلى الجزء الثاني والوضعية. يقول: قرأ محمد في إحدى المجلات خبر مفاده: البحر الذي لا يغرق فيه أحد. يعني هذا عنوان الخبر: البحر الذي لا يغرق فيه أحد. يقع هذا البحر في فلسطين ويطلق عليه اسم البحر الميت. لماذا؟ لأن مياه هذا البحر مالحة جدا،
بحيث لا يمكن لأي كائن حي أن يعيش فيه، ومناخ المنطقة الذي يندر فيه هطول الأمطار يساعد على تبخر مياه سطح البحر بكثرة، وفي هذه الحالة يتبخر الماء وتبقى الأملاح في البحر وتزيد من ملوحة المياه حيث تصل إلى نسبة 27% وأكثر، يعني حتى ربما حتى 30%. يعني يقول هذا الفقرة مأخوذة عن نص ياكوب بيرليمان ترجمة داود سليمان. إذن فهذه الفقرة مأخوذة من صحيفة أو من مجلة لهذا الباحث ومترجمة، وهنا مأخوذة بتصرف، يعني أخذت الفقرة التي يحتاجها صاحب الموضوع. يقول ما سبب عدم الغرق؟ إذن فسبب عدم الغرق لا شك أنكم عرفتموه كلكم، فعدم الغرق في ماء البحر الميت راجع لكثافته العالية، أو لنقل لارتفاع كتلته الحجمية مقارنة بباقي السوائل، فهو يكاد يكون أعلى المياه من حيث الكتلة الحجمية أو من حيث الكثافة. أعطي تفسير علمي لعدم الغرق. قلنا ماء البحر الميت هو أشد مياه البحار ملوحة، أي له أكبر كتلة حجمية بالنسبة لبقية المياه، وبالتالي تكون كثافة الأشخاص أقل من كثافته، وبما أن كثافة الأشخاص أو كتلة الحجمية للأشخاص أقل من كتلة الحجمية له، فإنها تكون أقل كثافة منه فتطفو على سطحه. هل يمكن أن نسمي مياه البحر الميت محلولا مائيا ولماذا؟ نعم، نعتبر مياه البحر الميت محلولا مائيا ما دام الملح لا يترسب. لو ترسب الملح لصار المحلول غير مائي، بمعنى صار خليط غير متجانس، ولكن بما أن الملح منحل بالكامل فإن المحلول هو محلول مائي خليط متجانس. إذن لماذا؟ لأنها تتكون من مذيب هو الماء ومذاب هو الأملاح المعدنية. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.